بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين. أعزائي طلاب الانتساب المطور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن المحاضرة الرابعة من موضوع الشعر الجاهلي، وهو يتناول قضية مهمة، وهو قضية الانتحال، قضية الانتحال في الشعر، وما معنى قضية الانتحال، ما معنى كلمة انتحال. كلمة انتحال تعني أن شاعرا في العصر الإسلامي، شاعرا في العصر الإسلامي يقول قصيدة وينسبها إلى شاعر جاهلي، يقول قصيدة في العصر الإسلامي وينسبها إلى شاعر في العصر الجاهلي، والشاعر هذا في العصر الجاهلي لا علم له بهذه القصيدة ولم يقولها على الإطلاق. أول من أشار إلى هذه القضية، قضية الانتحال بالشعر، وأبو سلام وابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء، في كتابه طبقات فحول الشعراء. أما سبب هذا الانتحال فقد رده ابن سلام الجمحي في هذا الكتاب الآن في الذكر إلى عاملين. العامل الأول، القبائل التي كانت تتزيد في شعرها لتتزيد في مناقبها، يعني القبائل العربية بعد الإسلام بدأت كل قبيلة تفاخر بأشعارها، فالقبائل الصغيرة التي لا يوجد لها حظ كبير في الشعر الجاهلي كان شعراؤها يقولون أشعارا ينسبون هذا الشعر إلى شعراء من قبائلهم في الجاهلية. والعامل الثاني هو عامل الرواه الوضاعين. ما معنى كلمة الرواه الوضاعين؟ يعني الناس يروون الشعر، وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن رواة الشعر، يروون الشعر وينسبونه إلى شعراء في الجاهلية وهم منهم براء. يقول ابن سلام في كتابه طبقات فحول الشعراء، وهذا نص حرفي عنه، لما راجعت العرب رواية الشعر، طبعا هذا بعد الإسلام، لما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها، استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم، وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار، فقالوا على ألسن شعرائهم، ثم كانت رواة بعد فزادوا في الأشعار. إذن نوعين، هناك نوعان من الرواة، الرواة الذين ينحلون الشعر، وناس متخصصون في هذا الشعر مثل حماد، هذا معروف عنه أنه ينتحل الشعر، ونوع ثاني أنهم ينقلون ويروون شعرا لا تتمثل فيه الشعر الجيد، لا يتمثل فيه الشعر الجيد، وكان يحمل كل زيف، وهم رواة الأخبار والسير والقصص. ومن هؤلاء ابن إسحاق اللي هو صاحب السيرة النبوية، وينسب له أنه مشكوك في أمره، أنه كان يروي أشعارا مشكوكا فيها. ومن كشف أمر هؤلاء ابن سلام والأصمعي، وهما متخصصان في الشعر ويستطيعان تمييز الغف من السليم، يستطيعان تمييز الغف من السمين. وهذا إذا كان هناك شعر منتحل من الإسلام في المنتحل، لا يعني بطبيعة الحال أن الشعر الجاهلي كله منحول. هناك شعر منتحل لا سبيل إلى قبوله، وهذا بطبيعة الحال
يميزه كما قلنا الثقات من العلماء اللغة مثل مفضل الضبي والأصمعي وأبي عمرو بالعلاء، يميزون الشعر المنتحل من غيره. هناك شعر آخر موثوق به، يعني هذا فعلا شعر قيل في الجاهلية ولا سبيل إلى أنكاره. هذا القضية، قضية انتحال الشعر الجاهلي، لم يهتم بها القدامى فحسب، بل اهتم بها أيضا واهتم المحدثون بهذه القضية، قضية انتحال الشعر الجاهلي، ومن الذين اهتموا بها المستشرقون الذين يحاولون الطعن في الشعر العربي وبخاصة الشعر الجاهلي، ومنهم النولتكة. نولتكة هذا 1864، وأيضا الرجل الآخر تلاه الورد حين نشر دواوين الشعراء الستة الجاهليين، نشر دواوينهم اللي هم امرئ القيس والنابغة والزهير وطرفة وعلقمة وعنترة، فتشكك في صحة الشعر الجاهلي عامة، يعني قال أن الشعر الجاهلي عامة مشكوك فيه، منتهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد هؤلاء الشعراء يمكن التسليم بصحته، يعني باقي الشعر هذا يعني مشكوك في أمره. بعد ذلك تابع كثير من المستشرقين هذا الرجل الوارد في موقف الحذر من قبول كل ما يروي للجاهليين، أمثال موير وباسيه وبركلمان، هؤلاء مستشرقون أيضا يشككون في كثير من الشعر الجاهلي. وأما أكثر من أثار هذا الموضوع ورجل يطلق عليه مرجليوت، كتب مقالا بعنوان أصول الشعر العربي، يستهله بموقف القرآن الكريم من الشعر، متحدثا عن بدء ظهوره ونشأته وآراء القدماء في ذلك، ثم ينتقل إلى الحديث عن حافظته، حافظة الشعر الجاهلي، وينفي أن تكون الرواية الشفوية هي التي حفظته، ويأتي بالعديد من الأدلة على حد زعمه حين يقول أن هذا الشعر نظم في فترة ما بعد الإسلام ثم نسب إلى الجاهليين ولكن رد عليه العديد من العلماء حتى من المستشرقين، ردوا على مرجليوت مزعمه، وأحدهم اسمه برونيلش ولايل، واحتج عليه في مقدمته المفضليات بأن من وضعوا هذا الشعر على فرض التسليم بذلك كانوا يحاكون نماذج سابقة وتقاليد أدبية موروثة قلدوها وحكوها، إذن نسفوا نظرية مرجليوت في أن هذا الشعر قيل في عصر صدر الإسلام ونسب للجاهلية، يعني معنى ذلك أن هناك نماذج فعلا في الجاهلية موجودة قلدوها وحكوها. وحتى لو أن هناك شعر منحول، لكن هناك أيضا شعر صحيح وغير منحول فيها وغير ملحول، ويستدل بذلك على المعلقات، فيقول أن لكل معلقة شخصيتها الواضحة التي تنفرد بها والتي تثبت أنها لصاحبها، يعني لو أن المعلقات منحولة وأن الذي نحلها وقالها رجل واحد، لهذا يعني أن كل المعلقات متشابهة في الأسلوب في الموضوع، ولأن لكل معلقة أسلوبها المتميز وموضوعها المتميز، يعني أن لكل معلقة صاحب ولكل معلقة شاعر. وكذلك أيضا
الموضوعات والصور والتراكيب وغير ذلك الموجودة التي تصف حياة الجاهليين، ولا يمكن أن تنطبق هذه الصور على العصور التالية الأموي والعباسي. ومن المستشرقين كذلك بلاشير، له كتاب اسمه تاريخ الأدب العربي الذي يتحدث أيضا عن هذا الانتحال ويشكك في العديد من الشعراء الجاهليين، يشكك في كثير من الشعراء الجاهليين، وهو يورد تفاصيل كثيرة وحجج كثيرة لا مجال لتفصيلها وذكرها في هذه المحاضرة. ولكن كثيرا من الأدباء العرب تصدوا لهذه القضية، منهم الأديب مصطفى صادق الرافعي في كتابه تاريخ أداب العرب، في تاريخ أداب العرب عام 1911 ميلادي. ولكن عرضه الحقيقة للرافعي لا يتجاوز ما لاحظه القدماء في حول هذا الموضوع. أما من أثارها بشكل واسع وموسع هو طه حسين في كتابه في الأدب الجاهلي عام 1927، وقد بسط القول فيها بشكل واسع وأتى ببراهين كثيرة يؤكد فيها طه حسين ما ورد على لسان مرجليود، وهو يشكك، وطه حسين يشكك بصحة الشعر الجاهلي تماما، يعني ينفي وجود شعر جاهلي. يقول طه حسين إن الكثرة المطلقة ممن نسميه أدبا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهوائهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين. وأكاد لا أشك في أن ما بقي من الأدب الجاهلي الصحيح قليل جدا، لا يمثل شيئا ولا يدل على شيء، ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا الشعر الجاهلي. ولطه حسين أكثر من كتاب وأكثر من مصنف في هذا الموضوع، والذي يتناول فيه الموضوع من جميع جوانبه، ونحن لا نستطيع في هذه المحاضرة أن نحيط بكل ما كتبه وصنفه طه حسين في هذا الموضوع. ولكن طبعا طه حسين تعرض، يعني واجه العديد من النقد وخالفه العديد من الباحثين في رأيي هذا. ومن الذين خالفوه الدكتور شوقي ضيف في كتابه الأدب الجاهلي، وله تعليق على هذا، يقول فيه: والحق أن الشعر الجاهلي فيه موضوع كثير، فيه انتحال، فيه موضوع، غير أن ذلك لم يكن غائبا على القدماء، فقد عرضوه على نقد شديد، تناولوا به رواته من جهة وصيغه وألفاظه من جهة ثانية، أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخلي وخارجي دقيق، ومعنى ذلك أنهم أحاطوه بسياج محكم من التحري والتثبت، فكان ينبغي أن لا يبالغ المحدثون من أمثال مرجليوت وطه حسين في الشك فيه مبالغة تنتهي إلى رفضه، إنما نشك حقا فيما يشك فيه القدماء ونرفضه. أما ما وثقوه ورووا أثباتهم من أمثال أبي عمرو بالعلاء والمفضل الضبي والأصمعي وأبي الزيد، فحري أن نقبله ما داموا قد أجمعوا على صحته. هذا الكلام للدكتور شوقي ضيف، يعني أن القدماء تناولوا هذه القضية وتناولوها بكثير من الدقة، فلا ينبغي لنا في هذا العصر أن نبالغ في ذلك. انتهت هذه المحاضرة،
وبارك الله فيكم.